الهادي بن راشد بن عبد الهادي الغفران المري شعار بن نشير على المركز الأول وعلى المقدمة الأولى، بينما المركز الثاني نتابع الوصول مع شعار بن نصر الحصن لسعادة صالح بن محمد بن نصر العامري، من يقدم لنا انطلاقة الحصن، بينما المركز الثالث وضحان هادي بن سالم بن سليمان المنصوري، والمركز الرابع يأتي ناصي محمد بن شطيط بن حمد الشامسي مع انطلاقة ناصي، والمركز الخامس يتواجد المشير أحمد بن سالم بن أحمد بن حوتة العامري قادما مع انطلاقة المشير، وأيضا هنالك الوصول مع مشتاق للدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ، من يقدم لنا مشتاق على المركز الخامس وسادس التحديات والانطلاقات حشيم عزير بن محمد بن عزير الحميري قادما مع انطلاقة حشيم، والمركز السابع مشاهدينا متابعينا الكرام نتابع الوصول والانطلاق مع الطليلي ناصر بن حمودة بن حمد العفاري، وصل راعي ريمة بدأ يتقدم الآن ويعلن عن حضوره المميز من خلال هذه الانطلاقة المميزة، أيضا نتابع هنالك القدوم والانطلاق مع السنافي حمد بن سلطان بن عواد النعيمي، من يقدم لنا انطلاقة السنافي، والمركز الثامن الوصول والتحديات على ثامن التحديات مع شومان سيف بن سعيد بن سيف المشغوني، والمركز التاسع فكاك محمد بن عبيد بن راشد الفيدة المري، من يقدم لنا انطلاقة فكاك، بينما المركز العاشر نختم به النداء الوصول والانطلاق مع الحذر مبارك بن علي بن عبد الله النيادي، من يقدم لنا الحذر. هكذا هي النتيجة للعشرة المراكز الأولى، العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، العودة إلى شعار رجل المفاجآت سعادة صالح بن محمد بن نصر العامري، من يقدم لنا الحصن على المركز الأول وعلى المقدمة الأولى، بينما المركز الثاني من الجانب الأيمن مشاهدينا متابعينا الكرام مشتاق للدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ، من يقدم لنا مشتاق المتسلل إلى المقدمة وإلى الصدارة الأولى. المركز الثاني يتواجد الحصن لسعادة صالح بن محمد بن نصر العامري، والنقلة القادمة إلى المركز الثالث وضحان هادي بن سالم بن سليمان المنصوري، والمركز الرابع الشهم عبد الهادي بن راشد بن شير المري، من يقدم لنا الشهم اللي يحتل المركز الرابع، والمركز الخامس حشيم عزير بن محمد بن عزير الحميري متقدما ومنطلقا على مستوى المركز الخامس مع انتصافنا لمسافة 6 كيلومترات، 3 كيلومترات انقضت تبقى مثلها 3 كيلومترات، والمركز السادس الطليلي لسيد ناصر بن حمودة بن حمد العفاري، من يقدم لنا الطليلي قادما هنا ومنطلقا على المركز السادس، بينما نقلتنا القادمة إلى المركز السابع لنتابع الأسماء القادمة والمنطلقة ناصي محمد بن شطيط بن حمد الشامسي، من يقدم لنا ناصي على المركز السابع، والمركز الثامن الوصول مع شعار بن حمودة يتقدم نهاب علي بن حمودة بن علي بن حموده الظاهري واصلا على المركز السابع. المركز الثامن مشاهدينا متابعينا على اعزاء المشير احمد بن سالم بن احمد الحوته العامري، ونقدم لنا انطلاقه المشير على المركز الثامن، والمركز التاسع يتقدم شومان سيف بن سعيد بن سيف المشغوني، والمركز العاشر أتابع هنالك القدوم والانطلاق على عاشر التحديات والانطلاقات. يا سلام، هنالك سياف فرج بن محمد بن فرج المسعري الدوسري القادم على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة ونداينا الثاني لهذا الشوط.
نعود إلى المقدمة والاثنين كيلومتر ما يفصلنا عن خط النهاية وعن الناموس وعن الفوز وعن الانتصار. شعار رجل المفاجآت على المقدمة على الصدارة، الحصن على المركز الأول لسعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري من يقدم لنا الحصن على المركز الأول، بينما المركز الثاني مشتاق للدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ من يقدم لنا مشتاق القادم هنا على المركز الثاني والمركز الثالث. مشاهدينا متابعينا الكرام، مضحان هادي بن سالم بن سليمان المنصوري على المركز الثالث، والمركز الرابع بن نشير القادم مع الشهم عبد الهادي بن راشد بن عبد الهادي الغفراني المري، والمركز الخامس فهد بن رداد القثامي العتيبي قادما هنا ومنطلقا مع انطلاقة الفهد، وأيضا القدوم والانطلاق مع حشيم عزير بن محمد بن عزير الحميري، وهنالك أيضا راعي ريمة قادم مع الطليلي ناصر بن حمودة بن حمد العفاري. ولكن أعود إلى الصدارة، إلى من بدأ يباعد المسافة ما بينه وبين بقية المشاركين، الحصن لسعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري من يقدم لنا الحصن على المركز الأول، على القيادة الأولى، على الريادة الأولى. الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير، كيلو التحديات وكيلو الانطلاقات المثيرة، والحصن على المركز الأول لسعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري من يقدم لنا الحصن بهذا الأداء الكبير والمميز. المركز الثاني القدوم على زار التحديات وضحان هادي بن سالم بن سليمان المنصوري، وصل في هذه اللحظات، بدأ بالانطلاق يتسلل إلى المركز الأول من أجل الفوز والانتصار ومن أجل الناموس. المركز الثاني فهد بن رداد الإقثامي العتيبي قادما على المركز الثاني، ولكن المقدمة والصدارة وضحان هادي بن سالم بن سليمان المنصوري من يقدم لنا وضحان على المركز الأول، وضحان على المقدمة الأولى، ينطلق بالصدارة وبالتحدي الأول مع جولة التحديات 300 متر الأخيرة والخطيرة. وضحان على المركز الأول، هادي بن سالم بن سليمان المنصوري الأقرب إلى الناموس، الأقرب إلى الفوز والانتصار. سلامي على هذا الأداء المميز واللحظات الأخيرة، الأمتار المجنونة. وضحان هادي بن سالم بن سليمان المنصوري، تهانينا والناموس لحظات وصوله إلى خط النهاية، معلن الفوز والانتصار، تهاني والناموس. المركز الثاني وصل على ثاني التحديات التيار خليفة بن محمد بن زاهر الخيلي، والمركز الثالث مشاكل نابت بن محمد بن خيلة بن محمد العامري، والمركز الرابع وصل على رابع التحديات حشيم عزير بن محمد العزير الحميري، والمركز الخامس وصل نهاب علي بن حمودة بن علي بن حمود الظاهري. نعود بالتوقيت الزمني، تهاني والناموس لمالك وضحان هادي بن سالم بن سليمان المنصور. التوقيت الزمني وسلامات للوذبة، التوقيت 9 دقائق 32 ثانية وأربعة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وخمسة أجزاء من الثانية، بينما المركز الثاني التوقيت الزمني 9 دقائق 35 ثانية أربعة أجزاء من الثانية، تهاني والناموس المالك التيار خليفة بن محمد بن زاهرة الخيالي. والمركز الثالث التوقيت الزمني 9 دقائق 35 ثانية خمسة أجزاء من الثانية، تهاني والناموس المالك مشاكل نابت بن محمد بن خيلة العامري، تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، متابعي